طيب مثل ما تشوفون وصلنا او وصلتنا هذه الشنطه حجمها جدا كبير <applause> طيب مثل ما تشوفون وصلتنا هذه الشنطه طبعا تحت المنتجات اللي فيها وزي كذا بس مو بكل شيء فتحته تحت في الانستغرام فاللي ما تابع الانستغرام يعني فاتنا نص يعني فحاليا بفتح قدام كل المنتجات بستعرض قدامكم قطعه قطعه قبل ما بدي اول مره أسويها هالنوع من الانبوكسنج طبعا هذا المقطع مو اعلان ولا شيء جتني الشنطه من كود الله يعطيهم العافيه ما دفعوا ولا ريال آه لا احد يجيني يقول اعلان ترى لا لا طبعا السالفه سالفه ان شيء بتشوفونه قريب ان شاء الله طبعا صناع محتوى كثيرين وصلهم هذا الشيء وانا من ضمنهم الحمد لله يا رب اول مره يوصلني شيء من كود ففرحان جدا فرحان جدا الحمد لله صورت هذا الشيء اللي هو القفل القفل الرمز هو 624 آه فتحت انا من قبل زي ما قلت لكم لكن راح افتح الحين واستعرض منتجات قدامكم الحين الشنطه الله يعني على الاغراض والله كثير جدا هذا اول شيء مثل ما تشوفون طبعا الاضاءه عاكسه شوي لكن اعتذر هذه السماعه مثل ما تشوفون سماعه استرو ايتن من كول ديوتي يعني لو تشوفون السماعات على الجنب خلوني افكها طبعا ما عندي للاسف مكان حق بوكسنج زي كذا فاذا مهتمين نشتري اغراض واستعرض قدامكم او اذا جتني اغراض استعرض قدامكم على طاوله وحركات وزي كذا اكتبوا تحت في الكومنتات لكن المقطع حبيت اني اوريكم اياه على السريع شوف هل تعجبكم هالاشياء ولا لا مثل ما تشوفون هذه السماعه طبعا الكيس كانت تكس مره شوفوا الجنب والله شيء خرافي شيء اسطوري هيرير اربع هيرير تقريبا شيء خرافي جدا شكلها افتح السماعه الحين اوكي كيف هنا مكتوب استرو نشيل هذه استرو مع اكتيفجن وهنا هذا حق المايك اوكي الفلتر حق المايك فشيء رهيب ان شاء الله الصوت حق المايك واضح لاني ما جربت سماعات أسترو وتشوفون هنا هذه هي السماعه يا ساتر بغت تطيح <applause> هذه سماعة وهذا السلك حقها والله واضح ان سلك الايوكس جدا طويل فكويس يا ساتر الفخامة شو كيف تعرفون هذا حق ايش هذا حق الزومبي اللي يلعبون زومبي هذا الراوند الخامس الحين فشي خرافي او مجموعا الراوند العاشر، شوف الفخامه اقسم بالله شيء رهيب جدا، والسماعه نفسها رهيبه، هذا القماش على سبنج ما شلون جاي، طبعا من جوا لو تلاحظون احمر ومن الجنب احمر ومن هنا احمر، اوكي هذا هو المايك حقها مثل ما تشوفون، طبعا اذا نزلتها اتوقع انه يفك الميوت، اذا سويت كذا يسوي ميوت، اذا تقدر تتكلم كذا المايك ميوت ما تقدر تتكلم اتوقع، وهنا الفلتر هذا اذا بتحطه فوق المايك عشان يصفي لك الصوت اكثر، بنروح على الشيء الثاني، البندانا يسمونها اتوقع اوريكم شكله الحين كيف طبعا مثل ما تشوفون هنا مكتوب كول اوف ديوتي بلاك اوبس كولد وور طيب قبل قبل ما اوريكم البندانا بوريكم شيء ثاني عشان اطقم معه مره واحده الشيء اللي راح يكون مع البندانا اللي هو هذا الشيء يا اخي الكواليتي حقه رهيب لاحظون هنا هذا هو هنا مكتوب كول اوف ديوتي بلاك اوبس كولد وور طبعا ما في اي شيء ورا ما في اي شيء قدام ما عدا هذا الشيء القماش جدا رهيب خلينا نشوف المقاسي والله انه مقاسي اوكي لارد حلو مره على مقاسي وانا البس ميديوم لارج يعني راح نلبس الحين مع البندانا هذه ما ادري شو اسمه غير بندانه يعرف انه بندان آه بسم الله اوكي مثل ما تشوفون هذا هو من هنا كول ديوتي بلاك اوبس كولد وور وهنا بعد خط صغير هنا جدا لكن آه شيء جميل للامانه قماش حقه رهيب انا ما ادري على القماش اليوم بس عجبني والله شيء رهيب هذه البندانه رهيبه رهيبه للامانه آه آه علينا لين ما ينتهي المقطع يعني الشيء اللي بعده بسم الله اوكي نبغى نغير تيشيرت شكلنا اوكي هلابي هذا هو التيشيرت مثل ما تشوفون هنا مكتوب نو يور هيستري مثل ما تشوفون وهنا شعار حق بلاك اوبس كولد وور الجديده داخل كلمه فيلا اتوقع اسمها فيلا او فيلا ما ما ادري صراحه ما ابغى افتي بس الماركه رهيبه اصلا حقت اشياء اشياء رياضيه اوكي مثل ما تشوفون شوفوا كيف الامانه شيء رهيب شكرا كلف المره المليون والله شكرا منتجات صراحه اللي داخل الشنطه ما توقعت هالحجم توقعت انها اشياء عاديه بوسترات ما ادري ايش صار في تيشيرت في تيشيرت ثاني في في اشياء ما شفتوها للحين، وصلني هذا الشيء مثل ما تشوفون مكتوب عليه سري، تور اوف ديوتي بلاك اوبس كود وار مكتوب عليه سري فوق مثل ما تشوفون، هنا توب سيكريت شيء سري للغايه، طبعا بوريكم الشيء اللي داخل هذا بس في اخر شيء، نجي عند الشيء الخرافي هذا، هذا تمنيت انه حق بلاي 5، مع انه ما عندي بلاي 5 لكن لو صار البلايستيشن 5 بيكون شي رهيب جدا العب البي سي باليد في لعبه روكيت ليج مثلا العب فيفا على البلايستيشن يعني كود العبها بالماوس والكيبورد هالشي خرافي شكله رهيب طبعا ما فكيت الى الحين فبفك معكم بسم الله اوكي فكيناها من تحت نشوف بسم الله للاسف ما في طاوله ما في شيء اخذ راحتي فيه اقسم بالله معانا بسم الله وعلى بركه الله اوكي تطيح اشياء نفتحها كذا هنا حاطين ورقه لليد نفسها اللي مصنعهن اليد اوكي هنا حاطين الاشكال حقت اليد وزي كذا فهذا الاصدار مو باليد البلاي العاديه او يد بلاي ستيشن 4 العاديه لا هذه اليد اللي تعتبر لما اديشن يعني ما هي مثل اليد العاديه ابدا اوكي ننزل هذه الورقه اللي وريتكم اياها قبل شوي هنا الشيء الثاني طبعا هذا الشيء الثاني مثل ما تشوفون فنفكه ونشوف ايش فيه ان شاء الله ان صوتي واضح ان شاء الله اوكي أوه ستيكرات حقت اليد وزي كذا الشركه اللي مصنعه اليد وهنا اكتيفجن كلاسفايد ما تشوفون اوه في كود هنا كود حق ايش ذا مو انه في كود هنا ما يبارك مياه ابدا هذا الشيء موجود فيه كود آه ما ادري حق ايش بس هنا كاتبين ادخل موقع كلف ديوتي وحط الريديم كود تخدم الكود بالعافيه علينا فهنا آه شكله من ورا وهنا شكله من ورا نجي عند الشيء الاخير هذا يا سافر، والله ثقيل، والله ثقيل والله ثقيل للامانه خايف انه يطيح قاعد تشوفون قاعد تشوفون الفخامه شوفوا الجيش كيف اقسم بالله شيء رهيب يا عيال شيء رهيب جدا شيء رهيب والله شيء رهيب انا قاعد امدح اليوم واجد بس امانه المنتجات عجبتني مره مره عجبتني لكن انت اصلا ما راح ننزل هذا المقطع بسم الله نفك اليد معكم اوكي انا هذا الانبوكسنج اتوقع انه اسوء انبوكسنج تشوفونه في التاريخ لكن مش الحال لين بعدين نشتري طاوله ونضبط وضعنا كامات حركات اوكي فتحنا اليد اوه تايب سي يا عيال اليد تايب سي <applause> والله شيء غريب شوف السلك، سلك جدا طويل وهنا نهاية التايب سي، تلاحظون هنا تايب سي يعني يضبط على الشاحن المتنقل وهذا الاشياء، والله شيء رهيب. طيب هنا مثل ما تشوفون القماش اللي فوق كان فيه السلك هذا اللي هنا، هذا السلك وهنا حاطين اوكي مثل نادين النظارات مناديل تنظيف تقريبا تنظف فيها اليد كذا اذا كنت يعني تبغى تعتني باليد اعتناء كامل، وهنا نجي عند الشيء الاسطوري. يا ساتري الفخامة فخامة انما ايه فخامة فخامة بشكل طبعا فخامة شكلا فراء. خرافية والله العظيم خرافية آه شكلا ما هي زي يد البلاستيش العادية توقع قد سووا اصدار عنها ان يد معدلة او شيء زي كذا لكن الضغطات ودي اسمعكم الصوت ما ادري تسمعونه ولا لا بس رهيب رهيب جدا واليد شوفوا كيف الجير هذا فوق الجير هذا تحت وجدا رهيبة والله والله جدا رهيبة ودي اوريكم اليد من اقرب من كذا بس شوفوا كيف يد معدلة من ورا ففيها ضغطات هنا وهنا فيها ضغطات فيها شيء هنا هذا الشيء ترقي فوق، هذا الشيء جاي معها مثل ما تشوفون دي الـ USB. USB, USB. زي اليو اس بي، والله يو اس بي مو زي اليو اس بي، يو بي تفك الغطا هنا، تفك هذا اليو اس بي، اتوقع انه خاص باليد عشان تشغلها بلوتوث او شيء زي كذا، فبتفك لي ازمه للامانه، فيها ضغطه هنا، اتوقع هذا حق التشغيل، فبفك لي ازمه من ناحيه اني العب مثلا اني العب روكت ليج، شاحن وقلق وشغله، فهذا الشيء بفك لي ازمه بيخليني العبها بلوتوث، وان شاء الله نجرب نلعب ديوتي على البي سي باليد والماوس والكيبورد، نجرب كل شيء، طبعا هذا الشيء اوكي فكينا هذا الشيء واللي داخله هي الازرار حقت الجير ثم ما تشوفون هنا مكتوب 16 جرام 14 جرام انا خايف انها تطيح اوكي اوكي بدات تطيح الاشياء شكرا طيب مثل ما تشوفون المشكله مو بواضحه ابدا ان الاضاءه عليه لكن هنا مكتوب 16 جرام 14 جرام اوزانها اوزان الجير هل تبي الجير خفيف هل تبي ثقيل تفك الجير وتركب هنا مثل ما تشوفون هذا الجير نفسه وخرب الجير هذا تقدر تركب هذا الثاني عدة كامله عده كامله للامانه فاليد والله شيء رهيب لا ما شيء رهيب طبعا الشنطه لحالها ودك تاخذها كذا تحطها برواز لحالها شيء رهيب الشنطه طبعا الحين نجي عند الشيء الاخير والله ما ادري هو شيء اخير ولا لا لا اي صح نسيت اوريكم هذا الشيء اللي هو المق هذا او آه في ناس يسمونه زمزميه كول اوف ديوتي بلاك اوبس كولد وور استعملها ونندور ندور بالسيكل وزي كذا فاللي ما تابعني يعني انستغرام يتابعني انزل لكم يوميات وزي كذا انا على بالي ورقه بلاوت ما ادري ليش لكن صار كست وكيف كاسيت يقول بلاي مي مثل ما تشوفون هذا هو الكاسيت طبعا اذا قلبته هنا يطلع يو اس بي ما تشوفون فبعد ما تحط هذا اليو اس بي داخل الكمبيوتر يعطيك مقاطع ان محتاجينك في الحرب هذه فهي لا تساعدنا وهنا يقول لك هذا الشيء هذا سري للغايه هنا حاطين لغز يقول مذكره للعميل الموضوع المهم رقم تسعه الاسم الرمزي التاريخ تاعين وزي كذا هنا حاط لك كود او ارقام لكن لازم تكفها مثل هنا حاطين في بدايه 9 هنا 30 يعني 9 3 0 بعدين هنا مكتوب رقم او كتابه 4 9 3 0 4 1 نحط رقم 1 ف وبكذا راح تحل اللغز هذا وراح تنضم معهم الحرب هذه شيء رهيب جدا ومثل ما تشوفون هنا يا سلام يا سلام يا سلام ايجنت في سلوم يعطي صوره قناتي والله الله يعطيهم الف عافيه صراحه ما قصروا آه بالمنتجات هذه تعبت اذا احس اني ناسي اشياء بس ما ادري ايش ناسي بأن الاشياء اللي في الفلاش مثل ما قلت لكم هذه الاشياء وتحل لغز يجيك زي الدائره وزي كذا لقد تم اختيار المشاركه في هذه المهمه لتقصي بيرسيوس اثناء تحركات عليك ادخال الرمز خلال التحدي التالي للتمكن من الانضمام الينا اعرف تاريخك فنحن نريدك أن تنضم إلى فريقنا آه لو قدرت بحط لكم الفيديو حقها طبعا يجيك زي الدائرة كذا فيها أرقام تختار بالدور كذا 9304 زي كذا راح تفك شفرة. وراح تنضم للحرب فيعطيكم العافيه على المشاهده وان شاء الله انكم استمتعتوا والله ما ادري قلت وانا اسجل هذا المقطع لكن ما ادري هل هل بيكون المقطع كويس ما ادري لا ما ما ادري شكرا كلف ديوتي شكرا على المنتجات الجميله شكرا لهم له ان خلونا ننضم معهم في الحرب البارده هذه يعطيكم العافيه على المشاهده وان شاء الله استمتعتوا انا ما ادري باقي شيء ولا لا لكن وريتكم اليد وريتكم السماعه وريتكم كل شيء تقريبا فان شاء الله استمتعتوا يعطيكم العافيه على المشاهده نشوفكم على خير سلام